أنا امرأة مطلقة ومعي طفل صغير نسيت إخراج زكاة الفطر فماذا أفعل؟ اخرجيها اخرجيها مع الحرمة إن كان هناك تقصير، أما النسيان المطلق فهو مرفوع عن الأمة. فإذا أنا ما خرجتش الزكاة بتاع الفطر، أعمل إيه دلوقتي؟ أخرجها دلوقتي، دي نمرة واحد، بس الإثم ما راحش. طب الإثم يروح إزاي؟ يروح بالاستغفار مش يروح بالإخراج. أما هي نفسها لازم تخرج، مش خلاص فلتنا منها.